أستاذ يعني روجيه، هل من العاصمة اللبنانية بيروت، هل دخول يعني الخواص على الخط هو عامل إيجابي، أم أن يعني التجارة أصبحت تتحكم في كل شيء وحتى في يعني المجال الفضائي؟ هلا التجارة بالمجال الفضائي منا حديثة، يعني بمحل محلات الأقمار الصناعية للاتصالات هي بالنتيجة خاصة، مشاريع خاصة. دخول شركات تجارية مثل سبيس اكس، مثل بكل شيء بالحياة له إيجابياته وله سلبياته. لح يفتح مجالات جديدة، لح يوسع أفاق معينة، بس كمان بده يتطلب تشريعات جديدة. يعني اليوم إذا سمعت بستارلينك اللي أطلقها كمان سبيس اكس، والهدف منها تأمين الإنترنت للبشرية جمعاء، بس كمان هيدي فيها مخاطر، لأنه كل ما أطلقنا أقمار صناعية بمدارات واطية حول الأرض، كل ما عم نزيد كمية شو بنسميها الركام، السبيس ديبريز، الزبالة الفضائية، وعم نعرض مشاريع تانية للخطر. المشكلة التانية كمان أنه بمحل المحلات هل أهمية المعطاة اليوم للإطلاق من الأرض الأمريكانية، وكأنه عم نرجع لصراع فضائي جديد. صحيح في شركات تجارية اليوم، والشركات التجارية أوقات تبقى عابرة للقارات، بس اليوم الفضاء كمان عم يرجع يحمل نوع من المغزى، المعركة التفوقية بين الدول وبين بين الكتل الكبرى، والهدف كان بلحظة من اللحظات أنه الفضاء يكون حر مفتوح للجميع، ويكون مساحة للبشرية جمعاء. ففي في في الوجهين، في الأشياء الإيجابية وفي الأشياء اللي ممكن تكون تحمل مخاطر للمستقبل. في دار يعني الصراع الذي كنت تتحدث فيه بين الولايات المتحدة والصين، يعني هذه المهمة هي أمريكية 100%، حتى أن الولايات المتحدة لم تعتمد على أي دعم روسي. ايضا في ظل هذه الاشكاليات الجيوسياسيه بين البلدين، هذه الاشكاليات يعني تفرض نفسها، هل يمكن القول اليوم بان هذه المهمه الجديده هي عنوان لاسدال الستار على اي تعاون روسي امريكي في مجال الفضاء؟ انا ما راح احطها بهالاطار، لانه من ناحيه محطه الفضاء الدوليه هي مشروع دولي كبير، ولا يمكن لاي دوله لوحدها انه تقوم فيها بمفردها. ف اليوم التعاون القائم بين أوروبا والروس والولايات المتحدة الأمريكية وغير دول بالمستقبل بمحطة الفضاء الدولية، هذا ما رح يروح. الفكرة الأساسية هي مثل ما تفضلت وقلت، أنه بلحظة من اللحظات في نوع من الكبرياء الأمريكاني، أنه لا، بدي كمان يكون عندي أنا وسائل الخاصة حتى أطلق رواد فضاء إلى المحطة الفضائية. الطريف بالذكر، انا عرفتها من حدا من 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 امريكا، من المعنيين بالمشاريع الفضاء الامريكيه، انه اليوم الامريكان بلشوا يفكروا انه يقبلوا سواح على محطه الفضاء الدوليه من خلالهم، من عنده. كان قبل الروس بس يطلقوا سواح الى الفضاء، اليوم في الفكره صارت وارده حتى عند الامريكان، لانه كمان في اول شيء الكبرياء، وفي كمان قصه التجاره بمحل محلات. يعني المشاريع الفضائيه مثل ما قال الدكتور زهير بن خلدون، انه في 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 اثمان كبيره وفي بادجت كثير كبيره داخله بالدق، فبيسوى كمان انه يصير في مداخيل تجاريه بمحل محلات بتساعد ل اطلاق مشاريع اكبر. يعني اليوم بس عم نحكي عن القمر او عن المريخ، في تكلفه عاليه، إذا فينا نشارك القطاع الخاص ونطلع مصاري من الناس اللي بتحب تروح على الفضاء، ليش لا؟